يا أخي، هنا راح نوضح شيء. البعض يعني يتكلم عن الأشخاص كأفراد، هنا في الجمعيات العامة نتكلموا عن الأشخاص المعنويين، يعني كنقولوا أشخاص معنويين يعني نتكلم عن فريق أو عن رابطة أو عن كتلة اللي لها صفة في كعضو في 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 الجمعية العامة. هنا إذا شخص ما كانش عنده الحق في الدخول، هذا يعني أنه ما عندوش العضوية كعضو معنوي في الجمعية العامة، وهذا الشيء اللي طبقناه. احنا طبقنا قرارات وقوانين موجودة مكتوبة حبر على ورق، وهو اللي حاب يطالع عليها واللي عنده شك ما عليه غير يطالع على القوانين وعلى القرارات اللي صادقوا عليها أعضاء هذه الجمعية العامة، أعضاء اللي كانوا حاضرين، هما صادقوا على القرار اللي طبقناه، وشيء موجود ويعني ممكن نتأكد منه في أي وقت.